تدريبات يعني، لان هي ديت اصلا ممكن تعمل اثار صحيه ونفسيه سلبيه، ومش هي ديت اللي هتخلي البنت عفيفه، لان العفه ديت في اخلاقها وفي سلوكياتها وفي تصرفاتها. مريتي بالتجربه دي؟ لا طبعا دلوقتي. لا طبعا ما وافقتش، وعرضتهم يعني معارضه شديده جدا. وكان ايه موقف البيت عندك؟ استجابوا لرغبتك ولا الاول يعني قعدوا يقنعوني، وبعد كده هتلاقوني ان انا مش عايزه اعملها فمش خليني اعملها. تقولي ايه لكل بنت في سن الختان؟ لا طبعا ما توافقش على الجريمه دي، لان دي جريمه والقانون المصري اصلا جرمها. يعني انت شايفه ان الختان مش هو السبيل للعفه ولكن هي التربيه؟ ايوه اكيد، ده بالعكس بدل ما هم يختنوا بناتهم يربوا بناتهم صح. بس الختان ممكن يضرهم نفسيا، ممكن يضرهم اجتماعيا ويضرهم صحيا، وينمي عندهم الخوف والقهر. ان مش قطع حته اللحمه دي، ثم دي حته لحمه في مكان حساس وفي عضله ممكن دكتور، مش كل الناس بيعملوها عند دكتور، الدكتور مش هيبقى فاهمها، لكن في ناس بيعملوها عند دايه بلدي. الدايه ديت ممكن ما تكونش عارفه فين العصب صح فين الوتر صح، هي ممكن تقطع لها العضله تدمر حياتها وممكن تموتها. في واحده انا اعرفها هي مرت بالتجربه دي، فهي المفروض ما كانتش تاخد بنج لانها عندها حساسيه من البنج، وهي ما كانتش عمرها عملت قبل كده اي عمليه جراحيه، وكانت اول مواجهه ليها مع البنج كانت في عمليه الختان، وقعدت اكتر من شهر ونص داخلين بقى عند دكاتره القلب ودكاتره الصدر، لانها وشها ازرق وورمت وما كانتش بتعرف تتنفس خالص اكتر من شهر ونص بتتنفس بالانابيب والبخاخاء. في حد تاني حكى لك حاجه؟ ان انا واحده من قرايبي ان هي تم ختانها على 3 مراحل عند دكتور ومش داية كمان، يعني المفروض الدكتور اكتر علم من الداية، والدكتور معرفش يعمل لها عملية الختان، ختانها على 3 عمليات مختلفين واخدت 3 بنج.